كيف حالك؟ قسما بالله ميت ناس. شفتوا افلام الكرتون زمان لما كان يحط على عينه الزيق زي هيك، وعلى عينه من هان الزيق زي هيك، وبرضه تنزل عينيه ويحط من هنا عود كبريت ومن هنا عود كبريت ويتكسر وتنزل عينيه؟ نفس الاشي انا اليوم. طبعا احنا اليوم الجمعة، امبارح الخميس ضليتني صاحي لحد يعني قبل ما اطلع السوق بقبل شوي، نمت بجوز نص ساعة. الشباب بيقولوا لي بعدين صحوني. المهم هذا مش موضوعنا، موضوعنا وين؟ اني ميت نعس، يعني مش قادر انام وبنفس الوقت بدي انام. المهم قلنا ايش نطلع اليوم نصور لكم حلقة عشوائية على السطح قبل المغرب بشوي. فراخي طالعة كلها، نعرفش اذا في اشي لاطي عنا، في اشي لاطي. بدنا نلف جولة مسائية. زمان زمان ما لفت لكم لفة جوائية، لفة مسائية على السطح. تدري ايش؟ لعل وعسى يكون في عندنا صيد، او ينزل لنا صيد، او ينصاد لنا. خلينا نقلب الكاميرا. اول شيء بعمله بطلع السطح ايش انا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وين علبة العلف؟ علبة العلف هاي لو اني بجي عليها ارباح على اليوتيوب قد ما بتضيع، صدقني لاني انا مليونير. مليونير. لأنها كل يوم بتضيع اربع مرات. وينك؟ وينك وينك يا علبة؟ وينك وينك يا علبة؟ والله والله العظيم يعني مشكلتي ان انا يعني السطح مسكر. وين بدها تضيع ما بعرف. المهم ما علينا. هاي 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 يلا بسم الله. طبعا هاي العلبة اللي عندي 7 سنين استخدام. لحد الان مش راضي تموت العلبة. تعي ما نحبس فراخنا. اول شيء بنعمله، اول شيء بنعمله يا اخوان نحبس فراخنا. تمام يلا ايش تحت الجرد؟ تعي تعي، افتح الباب. افتح لهم الباب شوي صغيره. الفراخ حفظات، عرفات موعد اكلهن، عرفات خشتهن. شوف الناس صارت تكش، سحبوا الناس، سحبت لنا بالحاره وقاعده بتخالط هيها. ولا يا مسكين لسه بدي شهر بالراحة أو شهر ونص. أنا بعد شهر ونص تعال احكي معي على موعد. تمام أين نشوف الفراخ؟ بس هدول الفرخ اللي مسود هذا أهبل شوي. ايش في كمان؟ في فرخ بوز أسود. يلا يا حبيبي هذا تنني. فرخ الزاجة كمان بيبقى في الزواج. تعي. طبعا يا اخوان الفراخ حافظات النظام لحالها. بس قبل اي اشي واحد من الشباب سألني عن النور الاسود، فكروا مصيود. لا مش مصيود، بس يا اخوان عشان ما ينصاد والطير اهبل وبديش حدا يعلم علي. لا خليها هيك، خليها هيك معزز مكرم، نعطيه لواحد من الشباب. انا حاب اروح بس اصور حلقة عند ابو نعيم ان شاء الله بعد ما يخلص تظبيط سطحه، اودي له اياه هدية بصراحة عند ابو نعيم. ساعتها لو انصاد، لو ضاع ضاع من عند ابو نعيم، انصاد انصاد من عند ابو نعيم. ليش انا يتعلم علي فيها بالحاره؟ لا هيركب معنا طير. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا ايش؟ ايش هذا؟ مش الي هذا، شايفين؟ هي هي هذا هذا مش الي. تعي 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 تعي. شوف وين راح؟
هاي راح غير طلعوه. والله انا خايف يكون كاين بين الحمام وانا زي الاهبل مش صاحي. والله وارد، والله وارد. هنا ورا اسود نام شنهم. هاي حمام جاري انا وياه صيد. طلع في فرق في التعب على الحمام. والله راح، يلا ملناش نصيب فيه. شوف الحمام ده تمشي ده تطلع الحارة ثانية. تعي 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 بدي اوطيها. ايوه تعال حطي. طبعا فيها البوز الجديد اللي من القدوس يا اخوان، ديروا بالكم. هاي شايفينه المدبوغ احمر دي انصاد الله معه يعني. بس الطير الكبير يا اخوان الحلو فيه ما بنصاد عنجارك ابدا. ليش ما بنصاد عنجارك؟ قل لي ليش؟ قل لي يا ابو يوسف ليش؟ لانه واعي، عارف من وين طلع ومن وين بده يطلع وكيف طلع وكيف بده يرجع. بينما الفلح اللي بخوف، عرفتوا كيف؟ الفرخ يلي بخوف. تعي تعي. الفرخ هو اللي بخوف، اما اذا انصاد مثلا طير جديد طلع من عنده وما عرفش يحط، هذا هبيله. شو بدنا نعمل له يعني؟ شو بدي اسوي له؟ اذا انت اهبل ايش اغني لك يعني؟ هاي شايفينه ما شاء الله حط زي الحلاوه. بس هذاك الطير، الكاميرا بس عندي مش واضحه سامحوني. هذاك الطير غلاها جوا راح اختفى. بس ايش بدي اعمل؟ في فرخ بوز تعبان بدي امسكه. تعي تعي تعي. اليوم ما طعمت الحمام. ايوه جاي 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 جاي. يا الله شفتوا كيف رماه؟ بعرفش اذا بين معكم بالفيديو ولا لا. هي هي جاي من هنا هي. وين راح؟ هي جاي 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 يحط جاي يحط جاي يحط جاي يحط. تعي 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 حط. هيا شوف. تعي تعي. يا الله شوف الحرف كيف كسر علي كسره قويه ورا تكمل واجي من فوق البيت. هاي بدفسد دفسد دفسد دفسد. راح فساد على البيوت الغات. هاي شفتوه شكله لنا نصيب فيه. والله بشبع عليه قسما بالله. كان عنده عمري اعطيته لاحمد الايد بالزمانات. الطير هذا اخذته من مين؟ من مين اخذته؟ اخذته فرخ وكرشته وظبطته وقعدت اخالط فيه بعدين اعطيته لاحمد العايد. اذا بتتذكروا الحلقه القديمه يلي مره يوم ما اجيت ابيع الحمام وكان عندي احمد العايد واحنا بنصور فيهم الطير، اجى احمد يضرب بالطاره وقع على الشارع وما طلعش. رد طلع وكشيته وظبطته. والله بشبع عليه فيه. الله اعلم الله اعلم. هو ممكن انا امسك فرخ البوز فرخ العرجاني هذا اذا ظل هيك حيضيع. ترى البوز صحته احسن مني بس هيك بتحسه مكنس. والله احتمال هذا ممكن نصيده اليوم. ما علينا خلينا نطعم جوازنا. اذا الطير النا او النا نصيب فيه ان شاء الله بيجينا. احنا يعني مش دورين صيد، عرفتوا كيف؟ احنا مش دورين صيد. كيف بدنا نظبط هذا؟ اخوان سامحوني والله تلفوني تعبان ماكل هوا، تحملوني. طبعا بدي احكي لكم شغله عشان قسط الجواز المسافر. عشان المسابقة يا اخوان في جوز ربحهم واحد، الاثنين ربحوهم كل واحد ربح جوز. بس يلي ربح جوز الزواجل قال لي انا ما بقدر اجيب وزحهم بمعرفته. هذول لابو ليث، ابو ليث ابو ليان الشاب المحترم، هذول انا اعطيت اياهم من عندي لانه الزلمه قال لي تصرف فيهم من عندك. تمام؟ والجوز الثانيات قسما بالله يا اخوان من النعس اني نسيت الجوز اوديهم معي على السوق. ورن علي الشاب وقلت له والله حقك علي انا نسيت اجيب لك اياها. ليش؟
ما في عندي بواس حلو نفس الصبر اصبر ولا ايش هذا لابس تعي اصفر اذا اصفر مش لي اذا لابس اصفر تعي اما اذا ابيض عندي واحد لابس ابيض واحد لابس خمر والباقي كله شالح من البواس لا إيه هي ابيض مبين بين اصفر المهم اعتذرت منه وقلت له الجمعة الجاي إن شاء الله بنزل لك إياها معي على الأكيد إن شاء الله. المهم يا إخوان طبعا الزك أنا ما بطعميه إلا علف سم علف سم طلع لك الجوز زي ما بدك وزيادة. طبعا الطيرة هاي أنا حطيت لكم فحلها حطيناها على فحل على مسود أسود زي ما انتوا شفتوا امبارح حلقه امبارح هي حلقه يوم الخميس بس الطيره صارت تضرب الفحل فانا شو رحت عملت ما دام ما الطيره صارت تضرب الفحل عمره الفحل ما راح يرضى ياخذها شو عملت نقلت الفحل على الجن هذاك بدي اخليه 3 4 ايام ياخذ الجن له وبعديها بزت عنده الطيره غصبت عنها بدور طبعا انا عيني على الطير هذا ممكن يجيني باي لحظه عشان تكون معي زود عند جوز عند الفراخ زودنا على نفس الوقت طلعينا على الطير هذا ترى ممكن يشوف حمام يطير يعني ممكن اطير الحمام انا يطير على الطيران هاي الفحل انا يا اخوان اعطيته جن اعطيته جن على اساس ياخذ الجن له يحفظه ويفوت عليه الطير حمامي صلاة النبي زي ما انتم شايفين الله يبارك يعني نشيطة نشيطة زي ما بدك وزيادة هاي البوز طبعا عارفين انه معي انا وياهم صيد يعني جماعة عارفين انه معي طير جديد ترى بكشكش فيه بس الله معه يعني تعي 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 هاي البوز لسه معنا يعني انا مطلعه اصلا زي ما تقول واذا انصاد انصاد بس كل يوم بضل فيه على سطحك كل ما بتعود اكثر كل ما ضل عندك على سطحك اكثر كل ما تعود اكثر طبعا هذول المفروض 26 حبه 27 حبه مع العرجاني 27 حبه مع العرجاني غير الفراخ طبعا هاي وفراخنا هاي مضبوطات امورنا طيبه ان شاء الله بالنسبه للعدد يعني مش فاقدين شيء هسه شو بدي اعمل انا بدنا نستنى هذا الطير يا اخوان يجي عبا ما يجي احنا ايش خلينا افصل الفيديو نستناه زائد انا خلينا اعبي ايش مي مشارب للحمام هاي في مشربيه واقعه في مشربتين واقعات نعبيهم مي وبرجع لكم خليكم معنا اخوان الحمام طارت والطير هي قاعد بتحرك شكله راح يفز الله اعلم انه راح يفز بدي اشكش انا لازم احطط الحمام ليش احطط الحمام لانه الطير هذا ما بده غير تنقيز بس تنقيز بحط تعي الحمام المشكله نشيطه تقول ما اخذه منشط تطلع تعي 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 انا قلبي جاي طير اخوان عينه علي عينه جاي على حارتنا يعني عرفت كيف تعي 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 حطي حطي الله يرضى عليك حطي
ترى الطير هذا ما بده غير تنقيز، ترى مش عارف ليش حاسس انه ممكن يجي. شوفها نستنى احنا على التنقيز، ترى غير التنقيز ما يفيدنا، دير بالك. الله اكبر، عزة لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله نعمل مشربية. طبعاً هاي لو بدك تعمل عليها حلقة بتعمل عليها حلقة كاملة مسكرة، مش عارف ليش حاسس اني راح اصيد الطيرة. هيني بستنى، والله العظيم يا اخوان ما بعرف عنه، بس اشوف فز 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 لجوا الكال. لو جاي علينا والله لليوم حط فات جوا. هيو شوف ملناش نصيب فيه، تدريش نصيبك وين. صارت معنا نوري شرد رصل اخر الدنيا ورد رجع حط عنا. هيو وينو، انا مستنى خلط مع الكشة. هيو هي شايفينه، هيو راح وين فلت منها. لو يجي يضرب عينه علينا هذا ما بده كش معلمين. الكشيش الصح الفهمان ما بكشله، ما بكشله أبدا، بس نقزله. هاي قلب علينا، قلب على الحارة. تعي 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 أجل. شوف وين قلب، بقلب بالحارة الفوق شايفينه. هاي نقطة صغيرة هان شايفينها. هاي 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 هو ها. جزء من النص مفقود، كش جزء من الحمام. ممكن يشاوف يجي عندنا، ممكن. الله اكبر والعزة بالله. اي هناك شايفينه، ممكن يجي، بس مشكلة حمامي يطلع مطارها، يعني لو خلط فيها لو ايش ما بحط. هاي صار يقالب فوق، هاي شايفين النقطة هاي؟ هاي هون قاعد بلعب. ما في ما في أمل، ما في أمل. دعي دعي، الله راح اختفى المعلم. مع المغارب زي هيك اخوان هسه وقت، يعني في ناس بلشت تلين حمام، اللي سحب بدري واللي عمل بلاوي زرقة بدري، فتلقاه بكش وبخالف بسيط ووضعه لوز وضعه فستق. فاحنا مساكين لساتنا شغالين على فراخنا، احنا لسه مساكين شغالين على فراخنا، يعني بدنا فت خبز معهم. دعي دعي، ولسه انا بدي اشتغل على تقوايه كشامره. هسه بيطلع لك واحد بقول لك الكشامره قويات، شو قويات؟ كانوا يطلعوا مغارب حبيبي، بس اقول لك قويات، بقول لك خلص قول لي قويات. لما اقول لك انا الحمام صارت قويه، خلص قويه. فاحنا ايش قاعدين ايش يعني ها
نبلش نطلع فيهن صبح، نطلع حين عصير، نطلع حين مغرب، نطلع حين ظهر، بعدين نرد نطلع حين موعد ونشوف شو بصير معنا فيها. والله مقصر معها كثير الحمام، رغم انها نشيطة بس والله العظيم بجوز ما طيرتها غير مرة اليوم. يلا خلينا نلبس هذا، طقعناه بعشي. دعي دعي دعي. بس انا مشكلتي في هذا في البوز، جوعان كثير. دعي دعي دعي. نكشش كل الحمامات عشان الحمام تضلها عينها على السطح، عرفتوا كيف؟ انت وياه صيد ملزقين ببعض ترى. ايوه زي هيك، تخلي كمشة على السطح تلعب حوالين الحمام. بس احنا مش فاضيين له يعني، لما نقرر نصيد له بنصيد له، بس مش هسه. لا يعني هي شغلة نصيب الصيد للأمانة، بس يعني زي ما بيحكوها كل واحد بقع، فأنا مش فاضي له هسه. خليني أطعمي حماماتي وأحبسهن. تعال تعال تعال، في طير جاي من تحت. هي معقول هو نفسه هذا؟ والله يا إخوان في طير جاي من تحت. تعي 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 تعي. هذا البوز، البوز يا البوز. هاي 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 هاي. تعي. هاي ركب معنا هاي. هذا الطير رد أجا، شايفينه؟ تعي تعي تعي. هاي راح غاد، شايفين عند الجامع. بس خلص خلينا نطعمي حمامنا، لانه بدنا نطعمي كل الحمام هسه. عندنا الالوان بدنا نطعميها، وعندنا الكشامر بدنا نطعميها. احنا مش فاضيين، احنا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنقصش ولا بنسحب، بنسيبها بنفس جناحها وامورها طيبة، يعني ما بنتعب الطير. خليكم معنا يا اخوان، الحلقة شكلها اليوم حتكون نص ساعة. يلا كمل. Hayya 'alal falah.
ما اطعميهن كثير اليوم، ان بكره موعد طلعتهن وحمامهن، عرفتوا كيف؟ بكره موعد حمامهن، فانا المفروض ما اطعميهن اصلا عشان بكره يضلهن يلعبين، يطلعن على الرفصه، ينزلن يلين حالهن اشي منه. بس خلص، بما انه صار في زياده علف على الارض وانا صرت فاتح حلقه وفاتح، فاحنا ايش؟ مكملين الحلقة هاي، مكملينها، ما في مجال. خليهم ناكلوا، وبرضه بكرة بطلحن يعني، بس أنا كنت حاب إني مثلاً أطلحن جعنات على الأقل. هسه هاي لو إيش ما تعملي لها ما راح تحبس إلا وهي شبعانة. أنا كيف كنت بدي أطعميها نص بطن؟ كنت بدي اطعميها نص بطن في المعالف، يعني بدل ما كنت احط لهم علبتين في المعلف لكل 20 طير او علبه ونص، بحط لهم علبه الا شوي ياكلوها، بس ند حاله لثاني يوم. ثاني يوم عاد بعد ما يتحمم وياخذ دش ويلعب على السطح طول اليوم، شو بعمل له يا معلم؟ بقول له روح عاد، بقول له كل قد ما بدك، اشبعه اكله مشبعه، بس هسه مضطر اشبعه لاني فتحت عليه، بدي افتح له الخشه يحبس، مش راح تحبس الحمام، هاي هي المشكله. فخلص اللي عليك شبع وطعمي وامورك طيبه ان شاء الله. طبعا يا اخوان الحمامات كلها رمت الرداي، يعني ضايل لها الصماي، وطبعا انت عارفين انه في عصافير، في شغلات بلاوي زرقاء لسه، فاحنا طول ما في ريش بالخشش معناته البروك ما خلص. انا بالنسبه لي هيك، لما تكنس السطح وتقعد في الخشة ما فيش فيها ولا اي ريشه تلاقي، معناته امورك 100% يا معلم. يعني اسمع، بدي افرجيك هسه شغله يا زلمه، بدي المسك، انا بدي المسك، بدي اخليك يعني عن جد تتفاجأ منها. طلع بحكي وين الريش على السطح اللي عندي، وين بروح؟ طلع الريش اللي عندي وين بروح؟ هاي الريش اللي عندي، طلع والله لحاله بتجمع حال. يعني انا عندي هنا مخزن اسطوري لتخزين الريش تبع الحمام. انا بحكي السطح بطل يتوسخ، ليش؟ شكله يا اخوان زوبعة الهواء بتتكون في المنطقة هاي، فبتجيب لي الريش كله هان من برا وبتفوتها، من برا وبتفوتها. يعني لو اسيب الباب فاتح شوية، بلقى الريش هذا أدبل من هيك، أكثر من هيك. فيعني شوفت عينكم الوضع عندي.
الحمام لسه بدها وبدها وبدها. طبعا هذول اليوم راح ينحبسن ما راح يطلعن، لان انا بسيبها النايمات برا، بفتح لهم الخشه يعني وبنزل. اليوم ايش راح نعمل؟ هنسكر عليهم وهنحبس هذول عشان بكره نطلع لهن الصبح او الظهر او يعني في اي وقت بصحى فيه، بفتح عليهن كلهن، بحط لهم مي واسيبهن وبنزل. على العموم اخواني وحبايبي، هيك وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى يكون عجبك المقطع، اتمنى تعملنا لايك اشتراك شير. يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.